النهاردة بقى يا جماعة جايين نختار كماليات شقتنا الجديدة. انا بقى يا جماعة بعد لف وتفحيص وبصوا الاسعار بصراحة مولعة نار، دوختني البلد كلها يا جماعة. كعب داير كدوت على رجليا لحد ما رسينا في المحل دوت. وتعالوا نشوف بقى كده الكماليات. بصراحة احنا دخلنا لفينا كده هنا في المحل، بس الاسعار مبدئيا كده حاجة في متناول الجميع ومش غالية قوي. مش غالية والاسعار هتعجبكم، وهنكتب لكم اسم المحل كمان في الفيديو، بحيث ان حابب يسأل اي حاجة هيعرف تفاصيلها كلها باذن الله. احنا لفينا وما استخسرناش ان احنا نصور الفيديو دوت عشان نعرفكم كل حاجة جميلة هنا في المحل. فتعالوا معانا كده بقى نتفرج ونشوف احنا هنصور ايه ونعمل ايه. نبدأ بايه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مثلا بالامكانيات الجميلة دوت. لا بس استني كده عشان نرسم. انت جاي تختاري كماليات. ما احنا في حاجات برضو لسه ما اشتريناهاش يا استاذ. حاجات زي ايه طيب؟ احنا لسه ما جبناش الانتريه. الانتريه دوت. طب تعالى نتفرج على الانتريه دوت كده. الانتريه دوت جميل جدا. بصوا الانتريه ده كده يا جماعه يمشي معانا. بصوا يا جماعه بصوا اللون ده واللون ده. الانتريه ده على فكره هيمشي مع لون الستاير اللي انت عاملاها ولون السجاده، لان احنا خلاص ركبنا الستاير وركبنا وجبنا السجاده. انا محتاره من ده وده الصراحه. دوت وده؟ طب اختار نشوفوا الانتريه دوت كده وشوفوا الانتريه ده. انا حاسه ده بصراحه رقيق قوي. يعني باشمهندس القهوه قوي والشاي قوي. طيب تسلم ايدك. تسلم. لا 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 مش مهم. هو بصراحه انا عاجبني ده. اللون ده شيك. انا بحب لون الفيروزي حتى يا جماعه. بصوا ماشي مع لون الخاتم بتاعي. بصوا يا جماعه تفاصيل الكرسي. بصوا اصلا الظهر بتاع الكرسي عامل ازاي. لا تحس ان انت قاعد على يعني بص ده عرش الملك بقى. يعني ما فيش جمال بعد كده بصراحه. هو بصراحه خامته جميله حتى. يعني اللون دوت لون تقليدي، انما اللون دوت تحس ان هو لون فخم كده. حتى القماشه بتاعته يا جماعه القماشه بتاعته جميله جدا، عطيفه عطيفه من النظيفه. يعني بصراحه عطيفه من النظيفه. لا بصراحه تحفه. يعني انا اصلا نظام الكرسي بصراحه شاددني قوي. يعني حاجه شيك قوي. طيب احنا كده بنقارن ما بين الانتري ده والانتري ده. خلينا نخلي انتري. لا انا ده لا هو دوت خلاص ياسين على الانتري ده. الانتري دوت مكون من كام قطعه؟ الكرسي دوت والكرسي ده. انا حاسه ان لا الكرسيين دول الكرسيين دول فرداني. اه صح فرداني. اه لا اربع كرسي وكنبه. صح. استنى بس يا اسامه ده الكرسيين دول لوحدهم بس كده. لا انت ليه كامل اهو. لا هما الاثنين بس حتى اللي مختلف اهو دول بقى. ونجيب ما بينهم ايه ترابيزه كده. ترابيزه عشان انا وانت احنا نشرب القهوه كده. طبعا عشان احنا بس ننجز عشان لسه في قدامنا مواد كتير ولسه خلاص انا عرسيت على دول يا جماعه. ايه رايكم فيهم؟ كرسيين دولت؟ اه دول. وهحط ترابيزه كده في النص علشان ايه نحط عليها القهوه. ايه الشرايط دي في المخزن؟ لا خلصانه والله ماشي. احنا كده يا جماعه رسينا على الكرسي دوت والكرسي ده. ومعلش هنصور لهم برضو الكرسيين دولت دوت والكرسي ده. هما دول حلوين الصراحه. بس انا شخصيا يعني عاجبني التانيين اللي في الفيروزي ده. خلاص نخليهم هم يختاروا في التعليقات بين الكرسي دوت والكرسي ده. اختاروا معايا يعني. تعالوا معانا كده عشان نشوف ايه بقيه الحاجات التانيه. ترابيزات ايه؟ ترابيزات انتريه. دي ترابيزات انتريه. طب في ترابيزات اكيد في ترابيزات ثانيه عشان نختار من بينها. احنا هنجيب ترابيزه للركنه. انت ما عملتش ترابيزه للركنه. مصممه على ترابيزه الركنه من ساعه ما عملنا الركنه ما جبناش ترابيزه. طيب دي ترابيزات ركن صح؟ ترابيزات السلس. اه دي ترابيزات ركن. في ترابيزات ركن ثانيه طيب بيها موجود جوه في المكتب. طب مش عايزين احنا ترابيزات السلس دي. اه لا ما هي مش هتنفع معانا. بس هي تعال نفرج الناس. طيب اللي عايز يشوف. بصوا يا جماعه بصوا الكونسول. دي كونسول. دي سفره كونسول. ده كونسول. اه بصوا بقى الترابيزات هنا جميله قوي. دي ترابيزات ركن بس السلس. دي بدرج اهيت. درج على مجره فتح واتقفل سهل اهو. طيب تعالى كده نوري الناس برضو ترابيزات الركن اللي هي الستانلس. في الاشكال دي يا جماعه كده برضو اهيت. دي ترابيزات الركن اللي هي الستانلس. في المدور تحت اهوت
وفي المربى وفي اللي هي بتبقى برضو جميع الاشكال يا جماعه موجوده. وفي برضو الاشكال اللي جوه دي بتعتبر ايه ده؟ نترين فضيه. دوت حاجات برضو للنيش جميله جدا برضو. وفي بقيه الكونسول جوه هناك اهو برضو هنا. بس احنا مش محتاجين الكونسول دوت، احنا محتاجينه في حاجه؟ لا بصراحه لا. هتبص بص بص يا جماعه والله مش محتاجينه في حاجه، بدات تفكر عشان هتخترع له مكان في قلب الشقه، هتبدا تخترع له مكان عشان نحتاجه. صح؟ انا عارف ان اللي جيت هنا هتيجي بحاجه تانية. لا يا جماعه بصوا الترابيزه دي عسوله قوي وجميله قوي ونظامها حلو، وتحس ان هي يعني رقيقه وما فيهاش اي حاجه. طب احمد فعلا نشتري بس البتاع ده. يلا بينا نكمل. طب يلا بينا. تعالوا اوريكم ترابيزه الركنه اللي هي فيها الخشب ده. تعالى انت بس، احنا محتاجين جزامه، كوتشياتك جزاماتك حاطين عليك كل حاجه. محتاجين جزامه مش محتاجين ده. الجزامه دي تحفه. انا عمري ما شفت الشكل ده عندك. دي جزامه؟ جزامه اهو. دي خساره يتحط فيها جزمه. لا لا حاجه فخمه. دي خساره يتحط فيها جزمه يا جماعه، يعني انا بصراحه مفكرها ايه، بوفيه ولا ايه؟ انا مفكرها نيش. نيش؟ انا مفكرها نيش. لا لا دي خساره يتحط فيها جزم دوش يا باشا يا جماعه، يعني حرام حرام، يعني انا دي احطها في اوضه النوم، ما ينفعش يتحط فيها جزم دي. في اشكال كتير كل دي جزمات؟ والله ما شاء الله دي كبيره ما شاء الله. مش عارفه دي بتتفتح ازاي. بصوا انا مفكره يا جماعه ان ده درج، بصوا. لا يا جماعة الجزمات تطورت قوي بصراحة، يعني الجزمات يعني كل حاجة بتتطور حتى الجزم. لا جميل. بصوا بقى الدرج ده بقى للشرابات. ده درج شرابات. ايوه انا خمنت كده من دماغي. ده درج شرابات. ماشي. طب طقم الكراسي ده ايه؟ ده دي مكتبة يعني بتتحط في ترابيزة انتريه. لا دي ترابيزة انتريه بقى. والله دي ترابيزة انتريه. يعني كده بقى دخلنا في ترابيزات الركن اللي هي الخشب، احنا شفنا ترابيزات الركن اللي هي اللي استلس هناك، نشوف بقى ترابيزات الركن اللي هي الخشب هناك. احنا دخلنا اتفرجنا يا جماعه وشفنا يعني الحاجات، قلنا نصور لان الحاجات فعلا جميله جدا وشياكه جدا جدا يا جماعه. الدهان الدهان ولا كلمه، مفيش حتى خدوشات اللي بنشوفها في المعارض ولا الحاجات دي خالص. لا لا يعني عادي الحاجه عادي حاجه فخمه. شوفوا الترابيزه دي كده يا جماعه. سحاب الترابيزه دي كده لازم نصورها. سحاب سحاب ايه؟ مش سحابه سحابه يعني. تعالى احنا هنطلع لكم الترابيزه دي يا جماعه ونشوفها يعني كل تفاصيلها. الترابيزه دي جميله جدا. ايه ده؟ لا انا فوجئت. تسحب من يمين تسحب شمال. يعني احنا لو عايزين لو عايزه اخبي حاجه منك بقى هخبيها هنا. تخبي الفلوس بقى. لا انا هخبي اللب والسوداني والكاش والموز. شايفين هي بتفكر في ايه وانا بفكر في ايه؟ ايوه يعني ينفع الستات كلها واصحاب البنات هيبقوا عارفين وحاسين بالنقطه دي كويس قوي. في مخابئ يا جماعه. الترابيزه دي جميله جدا جدا بصراحه بس هي لونها بني، احنا الركن عندنا لونه رصاصي. احنا بقى بنوري الناس عشان هما كمان يستفيدوا يعني. بس عن هي شكلها جميل جدا، تعالى نرجع حاجه مكانها ونخش نشوف كده. ده في يا جماعه لسه اقول لكم، اي حد تبع اسامه وميرفت ليه خصم حلو قوي جدا، وهسيب لكم رقم صاحب المعرض في التعليقات تحت، واي حاجه عايزين تطلبوها اونلاين اي حاجه هتوصل لكم لحد البيت. عايز اقول لكم ان احنا في قريه كتامة. قرية كتامة تطورت جدا يا جماعة في الأساس بأمانة، يعني الفكرة اللي انتوا كنتوا زمان واخدينها عن كتامة ديت انسوها، الحاجة هنا جميلة جدا 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 بأمانة ربنا. ده بقى يا جماعة القسم اللي يخصنا، يخص مطبخي أنا اللي بقف فيه وبطبخ فيه. طبعا دي أهم حاجة بالنسبة لها قسم المطبخ. طبعا دي ترابيزات مطبخ يا جماعة. طبعا الناس اللي متابعاني عارفه ان انا دايما لما بقعد في شقه بختار المطبخ بتاعي لازم يبقى واسع، انتوا عارفين اهم حاجه عندها المطبخ دي ترابيزه. طبعا انا عارف. ايه رايك بقى؟ لا هي جميله بصراحه، بس انت عامله صواريخ المطبخ اليوم اللي هيمشي معاك. استنى الكراسي متنجده مش خشب. دي كراسي متنجده؟ لا دي متنجده جميله. يا جماعه دي كده عشان نطلعها للناس نوت. دي كراسي مطبخ متنجده جميله جدا.
لا وخشب وكرسي تقيل يعني مش حاجة معمولة كده من فراغ وخلاص. لا جميلة. دي ترابيزات مطبخ وطبعا يعني صاحب المكان قال لنا الحاجة ديت لسه جاية جديد وبصراحة شياكة جدا. دي خشب برضو للناس اللي بتحب الكراسي الخشب. انا بصراحه يا جماعه ارجح ان كراسي المطبخ لازم تبقى خشب عشان لو في ميه جت مش عارف ايه بتاع ما تنزلش على ال... بس في ناس بتحب الميه تبقى لا جميله بالظبط بصراحه شيء جميل بس اعتقد ان اللي هيمشي معاكي ايه لا البلوندة ليه البلوندة بصراحه لان انت عندك سيراميك رصاصي هي دي اسمر هي الكراسي لونها ايه اصلا عشان الكراسي لونها اسمر الكراسي لونها اصفر فده يمشي معاك بص ممكن. هو اللي يشوفها اصلا ما يقولش ترابيزه مطبخ ويعني تحس انها يعني ترابيزه سفره على مطبخ يعني يعني بصراحه يا جماعه يعني الاساسات كلها تطورت ويعني الدنيا بقت رايحه في اتجاه تاني خالص يعني بامانه المشكله الاكبر ان من كتر ما الحاجه حلوه قدامنا احنا مش عارفين نختار ايه بصراحه فيا ريت تساعدونا بقى في الكومنتات تعالوا احنا ما شفناش لسه يا جماعه ترابيزات الركن اللي هي الخشب فيا ريت تعالوا معانا كده النيش. النيش. بصوا يا جماعة عش كان النيش النيش اختلف اوه عن زمان يا جماعة واخد فكرة ايوه انت متجوز بقالك كام سنة جايب حاجات موديلات من سنة واحد واخد فكرة عن النيش ان هو حاجة كده كبيرة بتتحط على الجدار وخلاص يعني ده بقى نيش ده برضه لو متابعينا هتعرفوا ان النيش بتاع اللي هو 10 متر ده انا دفنته في قلب اوضه جوه وخبيته مش عايزه اشوفه قدام عايزه اجيب بقى حاجه رقيقه بقى كده انا عايز اعرف ايه اللي فوق النيش ده عباره عن ايه؟ هتكسفني ليه ما انا ما اعرفش ما تعرفيش؟ طب هم الناس تقول لنا دوت عباره عن ايه؟ ما اصل بصراحه في حاجات كتيره في الاساسات نزلت واحنا ما نعرفش عباره عن ايه يعني تقريبا كومودين لا هو مش كومودين هو ما يديش على كومودين لا يكون صاحب المهرب بيطلعهم دي وفوق النيش ممكن يا ريت زي الجزمه اللي هتحط في ده الواحد ياخد يا جماعه اتنين نش وهو ماشي وياخد له اتنين كومودين هي دي طب يلا يلا تعالى كده معانا نشوف هنعمل ايه شفتوا بقى يا جماعه الناس اللي بتيجي تتفرج وما بتاخدش بالها من الحاجات كسرت الباظه اهي يلا على خير اصلا من الحاجات دي اسمه صعب يا جماعه مش عارفه اقول لا يا جماعه اكتر حاجه عجباني بصراحه شغل المتهم شغل المتهم بصراحه فخم طبعا الذوق المذهب ده ليه ناسه يا جماعه ناسه يعني ناسه بصراحه يا جماعه شغل مذهب راقي راقي جدا جدا يعني بصراحه الكاميرا ظلماء كاميرا ظلمة الشغل المذهب ده لكن هو في الواقع والحقيقة تحفة 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 يعني بقول لك ايه؟ نعم انا عيني جايبة وانا هنا جايبة ايه بقى؟ جايبة ايه؟ في كراسي هزاز حلو قوي الحمد لله ان عينيكي ما جابتش قرص العصفورة ده لا يا بابا ما هي جايباه بس تصبر احنا لسه هنلف بقى الناحية التانية والجاية الناحية التانية؟ اه تعالى تعالى نلف هنا هنا صعب لا هنعدي تعالى ورانا لا شوية شغل يا جماعة بأمانة حاجة فخمة يا جماعة لو عند حتة تحت البتاع ده مش عارفة أقول اسمه يعني كونسول ايه؟ كونسول كونسولو؟ طيب يا جماعة يا ريت يبقى عندي جدار ما تبني لنا جدار يقفل لنا عايزانا أبني لها جدار مخصوص عشان تحط عليه البتاع ده صراحة حاجات جميلة يعني يلا حصل خير حصل خير للاسف بقى يا جماعه الكهرباء قطعت وكان نفسنا نكمل معاكم بقيه الحاجات اللي جوه دي في حاجات جميله جدا 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 جوه ونيش وحاجات تحف وكراسي هزازه ومكاتب شاشات وحاجات تحف كان في حاجه جميله قوي عجبت المكبر جوه بس انا يعني ايه زعلانه ان انا مش هطورها لكم كرسي كده يا جماعه هزاز كده وبتاع وعايزين نقول لكم حاجه كمان يعني اللي هيجي هنا في المعرض هنا ويشتري حاجه تبع الفيديو اللي هننزله دوت لسنه قريبه هيبقى ليه خصم محترم جدا من عند محلات ابو كريم اليافطه اهي اليافطه بتاعتك يعني يافطه اهي تحت 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 انا يافطه اليافطه دي ايه اليافطه هنا اهي يا جماعه ابو كريم بن الكتاب وده رقم تليفونه برده هنا اهو هنسيب لكم رقمه برده في الكومنتات وان شاء الله اي حد عايز اي حاجه توصل معاه وأسلوب جدا محترم وإن شاء الله سأوريكم المكتبة وطبعا المكتبة مش راضي بصراحة بتكسر الهزاز
لا انا مش هنجيب الكرسي. بصوا يا جماعه، لو جبت الكرسي هزيز دوت هنتخانق عليه انا وجميل. يعني مين اللي هيقعد عليه؟ زي الركن بالظبط. هنتخانق عليه. لا مش هنتخانق، الا يوم ولا يوم. اقنعوه يا جماعه يجيب لك كرسي الهزيز، ما ينفعش كده. يعني احنا كده خلصنا طبعا هنا الفيديو بتاعنا، ونتمنى ان هو يعجبكم. يعني في دماغكم اي حاجه، والاسعار هنا جميله جدا يا جماعه مقارنه بالمحلات اللي احنا شفناها. أسعار بصراحة يعني احنا دخلنا المحل نسأل على حاجة، سلام عليكم. أنا رايح فين؟ أنا راجع تاني. هو ده بصراحة الأسعار جدا جدا وتحفة، إن شاء الله هتعجبكم. يلا، سلام عليكم.